السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. وسط انسحاب عدد من القيادات البارزة، عقد المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعه في عدن معلنا عن تسمية المقاومة في الجنوب بقوات المقاومة الجنوبية. وأمهل بيان المقاومة الجنوبية الرئيس هادي إلى يوم الأحد المقبل لإقالة حكومة بن دغر أو البدء بإجراءات إسقاط الحكومة، في الوقت الذي رفض فيه عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي انعقاد مجلس النواب في عدن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش التطورات الأخيرة في عدن وتأثيرها على حكومة الشرعية في محورين: فرص نجاح مطالب المجلس الانتقالي في ظل الانقسامات الجنوبية داخل المجلس وخارجه، ومستقبل حكومة الشرعية في ظل الاتهامات الموجهة للتحالف بدعم ما يجري في الجنوب. رحيل حكومة الشرعية ورفض انعقاد مجلس النواب في عدن ومنع أي نشاط سياسي أو عسكري للشماليين في الجنوب، ثلاث نقاط مهمة في بيان المجلس الانتقالي وكلمة رئيسه عيدروس الزبيدي. وبينما اتهمت الحكومة بالعمالة لإيران وقطر وتركيا، وجهت المقاومة أنصارها بالاستعداد للزحف إلى عدن لدعم ما أسمته استقلال إرادة الجنوب. وتتزامن هذه التطورات مع تواجد السفير السعودي في عدن في ظل اتهامات ناشطين للإمارات بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة في الجنوب. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. خطوات تصعيدية على الأرض تستهدف الحكومة الشرعية، تم الإعلان عنها على لسان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي. تبدأ عند إعلان حالة الطوارئ ولا تنتهي عند تشكيل حكومة بديلة تابعة للمجلس. الرفض القاطع لانعقاد مجلس النواب لبني في العاصمة عدن وعموم الجنوب، والتأكيد على أن ذلك لا يمكن أن يتم حفاظا على مستقبلنا السياسي. تحركات الانتقالي الجنوبي جاءت بعد تصاعد الجدل في الشارع الجنوبي حول وجود معسكرات تابعة لطارق صالح وعدد من المقربين من المخلوع الذي قتل قبل ما يقارب شهرين على يد حلفائه الحوثيين. الكلمة التي ألقاها عيدروس الزبيدي أعلنت بشكل واضح استمرار رفضها لتطبيع الأوضاع مع الحكومة الشرعية مقابل تفهمها ودعمها لوجود القوات التابعة للقيادات الشمالية الموالية لأبوظبي، والتي أصبحت أمراً واقعاً على الرغم من ارتكابها جرائم في حق أبناء الجنوب خلال تحالفاتها السابقة مع ميليشيا الحوثي. ما يتعلق بهذا الأمر من مصالح مشتركة تخص التحالف العربي في تحقيق أهدافه العسكرية في الشمال، ومتفهمين أيضاً لدورهم العسكري في الشمال ولضرورة بناء قوات مقاومة شمالية لمحاربة الحوثي في الشمال. منح المجلس الانتقالي الرئيس هادي أسبوعاً لإقالة الحكومة التي أعلنت اليوم عن موازنتها العامة للدولة بعد أقل من يومين على زيارة السفير السعودي إلى العاصمة المؤقتة عدن، والإعلان عن دعم الحكومة الشرعية وتشكيل لجان مشتركة للإشراف على الوضع الاقتصادي وإجراء ترتيبات لعقد اجتماع لمجلس النواب للمصادقة على موازنة الدولة للمرة الأولى منذ 2014. لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المجلس الانتقالي عن اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة، متكئا في تهديداته على دعم القوات الإماراتية وقوات الحزام الأمني التابعة لها، حيث ما زال يرفض حتى اللحظة تسليم المحافظة ودمج القوات التابعة له ضمن القوات الحكومية. يرى مراقبون أن تصعيد الخطاب ضد الحكومة الشرعية يأتي للتغطية على وجود قوات وقيادات عسكرية شمالية ترفض الاعتراف بشرعية الرئيس هادي وتستفيد من الدعم الإماراتي مباشرة يتم تجهيزها لتكون الرديف الشمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي. إلى أين يمكن أن تنتهي سلسلة الأزمات الداخلية في جسد الشرعية والتحالف ولمصلحة من يتم تقويض وتقليم أداء الحكومة الشرعية التي تمثل الغطاء الأخير لتواجد التحالف في اليمن؟ أسئلة توضح بجلاء حجم الانقسام في رؤية شركاء التحالف العربي وعجز الأدوات المحلية في تخطي حالة الاستلاب والبقاء رهن دائرة اللافاعلية السياسية بانتظار حل لن يصل من تلقاء ذاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور عبد الله الغيلاني المحلل السياسي من مسقط، وعلى أن ينضم إلينا لاحقا الصحفي فتحي بن الأزرق والثقاف من عدن. ولكن أبدأ هذه الحلقة مع الدكتور عبد الله الغيلاني. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام، حياكم الله.
مرحبا بك دكتور عبد الله. في البدايه، كيف تابعت بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي طالب باسقاط الحكومه وعدم تواجد اي من القوات للمحافظات الشماليه في محافظه عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء، هذا تطور متوقع جدا للمشروع الموازي الذي كان ولا يزال يجري على ارض اليمن في الجنوب وفي الشرق. فقد امتلك هذا المشروع تشكيلات عسكريه وامنيه خارج نطاق الدوله، كان ولا يزال يمتلك خطابا سياسيا تحريضيا متمردا، امتلك ايضا مؤسسات خدميه بديله في عدن وفي المناطق المجاوره، ولم يبقى الا هذه الخطوه الاخيره، والخطوه الاخيره هي اعلان القياده السياسيه وفك الارتباط الدستوري بالدوله الشرعيه، وهذا ما حدث. فهذا تطور طبيعي متوقع جدا، خاصة وأن الحكومة الشرعية قد صمتت صمتا طويلا عن كل ما يجري. فما الذي كان متوقعا؟ هل كان متوقعا لهذا المشروع أن يغمر وأن يتراجع وأن يندحر وأن يتغير؟ كلا، هو يسير في مسارات واضعة وأهدافه كانت معلنة، ولكن من المؤسف أن الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تتصدى لهذا المشروع ولم تستطع وعده في مهده، وبالتالي فما حدث اليوم هو تطور طبيعي، وهي نقلة متوقعة جدا بعد كل الذي حدث من تشكيلات عسكرية وبنى أمنية ومؤسسات خدمية بديلة وتبني خطابا سياسيا تحريضيا متمردا على سياسة الدولة. فالخطوة الأخيرة هي إعلان يعني فك الارتباط الدستوري بالدولة الشرعية وإعلان القيادة السياسية في اليمن. طيب، وهذا الذي دكتور حدث. نعم دكتور عبد الله، نعم، كما تعلم كان هناك العديد ربما من يعني المظاهرات أو الاحتجاجات أو حتى الاعتصامات بقيادة المجلس الانتقالي، العديد من الاجتماعات وتشكيل المجلس ثم اللجنة العمومية، وكانت هناك أيضا نفس التصريحات لكنها لم تر النور. ما الذي تغير هذه المرة برأيك؟ الذي تغير كما قلت لك، يعني هذا المشروع كان ينبغي أن يصل إلى نقطة معينة، نقطة الحزم، يعني واضح تماما ان هذا الحراك لم يكن حراكا مطلبيا كما كان في السابق، يطالب باصلاحات، يطالب بحقوق، يطالب بحصص يعني المناطق الجنوبيه، ويمكن ليس هذا هو الوقت المناسب لهذه المطالبات، ولكن هذا الحراك هذه المره لم يكن كذلك مطلقا، هو حراك انفصالي مدعوم من دوله معينه لا تخفى على احد، وبالتالي هذا المشروع ليس مشروعا وليدا، هذا المشروع قد مضى عليه سنوات وهو يتأصل ويتجذر ويعني تتسع دائرته، دائرة نفوذه، وكان على مرأى ومسمع من الحكومة الشرعية يقوم بإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية، مؤسسات خدمية في عدن والمناطق المجاورة لها، يحرك الناس ضد الحكومة الشرعية. فأنا أتصور أن هذا ليس بالأمر مفاجئة، ربما مفاجئة من حيث التوقيت، إذ أنه كما ورد في التقرير أن المملكة العربية السعودية كانت على صلة بالحكومة الشرعية قبل يعني وقت قصير، وكان مجمعا ان يعقد مجلس النواب اجتماعه في عدن لاقرار الموازنه، وهذا فيه تكسير وفيه احياء لشرعيه الدوله، ولكن هذا المشروع اراد ان يستأصل يعني هذه الخطوه وان يقضي حتى على هذه الشقيقه في عدن يعني الدوله الشرعيه، فهو تطور متوقع جدا في ظل عجز الحكومه عن التصدي لهذه المشاريع الانفصاليه. ألا تعتقد أيضا دكتور عبد الله الآن أن يعني التحالف العربي خاصة المملكة العربية السعودية ستسمح بذلك؟ يا أخي الكريم، هذا التطور أنا في تقديري أنه تطور خطير جدا، وإن كان كما قلت يعني متوقع لأن الأمور تسير في هذا الاتجاه، ولكن من الناحية السياسية هو تطور خطير جدا. الآن هذه الخطوة تفرض استحقاقات على جملة من القوى، أول هذه القوى حكومة الرئيس هادي، ثم التحالف، ثم القوى الإقليمية، ثم القوى الدولية. فحكومة الرئيس هادي ما الذي بيدها أن تفعله الآن؟ التحالف مطالب بأن يعني يتبنى موقفا صريحا واضحا إذا هذا التطور. هل التحالف يعني لا يكتفى بالصمت؟ للأسف يعني التحالف وعلى رأسه المملكة العربية السعودية باعتبارها قائد هذا التحالف يعني صمت طويلا عن كل هذه التطورات، لم يبدي مقاومة بل لم يبدي موقفا صريحا إلى هذه القضية. الآن التحالف مطالب، هناك استحقاق، التحالف الآن مطالب بأن يعلن عن موقف صريح إذا هذا التطور،
لأن هذه المشكلة كل تصاريح نعم دكتور عبد الله، لكن كما تعلم كل تصريحات التحالف العربي المملكة العربية السعودية حتى الإمارات التي تدعم ربما هذا المشروع الانفصالي في كل تصريحاتها الرسمية تحرص وتصرح بأنه لا يمكن يعني التنازل عن وحدة اليمن واستقراره وبناء اليمن الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. الآن أيضا تواجد السفير السعودي في عدن وتحركه مع الحكومة الشرعية ومساندة لها، ألا يمكن أن يصنع شيء يعني مضاد لهذه التحركات من قبل المجلس الانتقالي الانفصالي في الجنوب؟ التحالف المملكة العربية السعودية تحديدا وليس الإمارات لا زالت إلى هذه اللحظة يعني تعطي الشرعية لحكومة الرئيس هادي وتتحرك بظل هذه الشرعية، ولكن ما يجري من حقائق على الأرض منعكس ذلك تماما. الآن لو سألنا سؤال، ما الذي ينبغي، ما هي الخطوات التي ينبغي أن تقدم عليها حكومة الرئيس هادي؟ أنا في تقديري أن أول هذه الخطوات هي مطالبة التحالف وعلى رأسه المملكة العربية السعودية بتبني موقف صريح تجاه القضية. الآن أخي الكريم، ما الفرق بين ما حدث اليوم في الجنوب وبين ما حدث في الشمال؟ الحوثيون بآلتهم العسكرية وبدعم إقليمي استطاعوا أن يسقطوا الحكومة المسيطرة على الشمال. الآن هؤلاء الجنوبيون فعلوا الشيء نفسه، ليس هناك فرق. هؤلاء يمنيون ولكنهم تصرفوا خارج نطاق الدستور وأسقطوا الحكومة الشرعية. ما حدث في الشمال اليوم يحدث في الجنوب. إذن ما الذي بقي لحكومة هذه من الشرعية؟ لم يبقى لها شيء. إذن على هذه الحكومة، أولا أنا أدرك أن الحكومة ربما لا تستطيع أن تتصدى لهم عسكريا لأنها يعني يفترض أنها مشغولة بمعركة تحرير أخرى، وإن كان ما حدث في الجنوب اليوم لا يختلف كثيرا عما حدث في الشمال قبل 3 سنوات، ولكن بإمكانها أن تتخذ جملة من الخطوات. أول هذه الخطوات كما قلت مطالبة التحالف بإعلان موقف صريح واضح حتى يتم تعرية هذه الخطوة، تعرية هذا الفعل على المستوى القانوني وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى السياسي. الأمر الآخر عليها أن تطالب يعني القوى الدولية، الأمم المتحدة والقوى الدولية الأخرى أيضا بموقف صريح، تجريم هذا الفعل ويعني إصدار بيانات كما صدر في حق الحوثيين، لأنه لا يعني لا فرق بين هؤلاء وبين الحوثيين. ثم على هذه الحكومة أيضا أن تلمم أوراقها وأن تعد العدة لمحاصرة هذا المشروع حتى لا يتمدد عدن المناطق المجاورة. طيب. هذه خصلة من الإجراءات يمكن الحكومة أن تتخذها الآن، وإلا فإن هذا المشروع سوف يتمدد وسوف يفتهم المناطق الجنوبية وربما يصل إلى أقصى الشرق إلى 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 شرق. لكن كما تعلم دكتور عبد الله مع 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 يعني مع وجهة نظرك التي طرحتها، لكن الكثير يعني ربما يقول أن يعني بيان اليوم فشل قبل أن يصدر، لأن هناك قيادات جنوبية بارزة عارضت هذا البيان الذي خرج اليوم وانسحبت من الجلسة التي عقدت اليوم في عدن. أيضا هناك طيف كبير من الجنوبيين يعارضون هذا المجلس وكل توجهاته، ولمسنا ذلك مؤخرا في المزاج الشعبي الكبير الذي بدأ يساند الحكومة ويبحث عن الدولة بعد أن فشل المجلس الانتقالي وقيادته خلال السنتين الماضيتين ولم يقدم شيء للشارع الجنوبي. أنا لم أقل أن هذا المشروع وهذا التوجه يحظى بإجماع اليمنيين الجنوبيين تحديدا، كلا. أنا أحسب أن هذا توجه معزول، ولكن لأنه مدعوم من الخارج وهناك دعم مالي سخي لهذا المشروع، لذلك هو يبدو وكأنه محقق يعني شيء من النجاحات. وإلا في الحقيقة أن الشواذ الأعظم من القوى السياسية والقبلية والشخصيات السياسية المستقلة ليست يعني من هذا المشروع، ولكنه بحكم يعني امتلاكه لقوة عسكرية وبنى أمنية وتمويل سخي يعني استطاع أن يقصي الحكومة واستطاع أن يفرض نفسه على الجنوب. هذا لا يعني أن هذا المشروع هو مشروع يعني ناجح، بل أنا أحسب أنه يحمل بذور الانهيار في أحصائه، ولكن لأن هذه اللحظة الاستثنائية التي يمر بها اليمن تمكن يعني لمثل هؤلاء المغامرين أن يحققوا شيء من النجاح يعني السطحي. الآن القرار بيد الحكومة الشرعية، القرار بيد التحالف المملكة العربية السعودية تحديدا، والقرار يعني قبل ذلك وضعه وبعده بيد الشعب اليمني ممثلا في القوى السياسية والقبلية. طيب. هذا هم فاعلون، لأن هذا كما قلت يعني يعد منعرجا خطيرا جدا في مسيرة الأزمة اليمنية.
طيب دكتور عبد الله، اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهد الكرام جميعا. أهلا بك. كيف تتابعون أنتم في الشرعية بيان المجلس الانتقالي الذي دعا إلى الانفصال، دعا إلى عدم تواجد أي قوى من المحافظات الشمالية أو مسؤولين في هذه المناطق، دعا لعدم عقد مجلس النواب، وطالب بصورة رئيسية بإسقاط حكومة بن دغر؟ أولا هذه الدعوات التي يطلقها مجلس أيدروس ومن يسير على ركبه ليست بالجديدة، هو قد دعا في وقت سابق إلى منع الحكومة من التواجد في مدينة عدن، ودعا في وقت سابق أيضا إلى دعوات خروج مليونية لطرد الحكومة من مدينة عدن. وطبعا الجميع يعرف أن مجلس أيدروس لا يمثل الجنوب بأكمله، هو فصيل واحد من بين فصائل متعددة، وخرجت كثير من الفصائل الموجودة في مدينة عدن، وكانت حتى في أوقات الاحتفالات الجنوبية كانت تخرج هناك فعاليات متعددة. بالتالي لا يمكن اليوم الحديث عن أن الفصيل الوحيد والفصيل الأوحد في الجنوب هو فصيل أيدروس الزبيدي. أيدروس الزبيدي اليوم يقول أنه لا يريد أن يقبل بقوات شمالية، القوات الشمالية هي التي أدخلتها الإمارات وهي بقيادة محمد عبد الله صالح فقط هي الموجودة، أما دون ذلك لا يوجد هناك لا قيادة شمالية ولا يوجد هناك أيضا حتى مسؤولين شماليين متواجدين في مدينة عدن أو في المناطق الجنوبية. من يدير مدينة عدن والمناطق الجنوبية هم جنوبيون، المسؤولين الآن مسؤولين أمنيين أو عسكريين أو غيرهم كلهم جنوبيين، القوات المسلحة المتواجدة في المناطق الجنوبية هي جنوبية. بالتالي هذه أنا أعتقد أن ما تحدث به اليوم هو نتيجة عن الضغط الشعبي الذي يطالب بطرد طارق محمد عبد الله صالح المتواجد الآن في معسكر بير أحمد في مدينة عدن، وكذلك المئات من القوات التابعة لطارق. بالتالي هو يريد أن يسقط واجب فقط، ولم يتحدث صراحة عن إخراج طارق، بالعكس هو قال أنه مستعد أن يتعاون مع المقاومة الشمالية لطرد الشماليين، وهذه طبعا إشارة إلى أنهم مستعدين للوقوف مع طارق ومع غير طارق، وهذه طبعا نقطة إيجابية أنهم مستعد للوقوف مع الجميع. لكنه أيضا لا يستطيع أن يتحدث صراحة بإخراج طارق، لأنه يعرف ونحن نعرف أن طارق هو يعمل تحت إمرة الإمارات، وأيدروس الزبيدي ومجلسه الانتقالي هو يعمل مع الإمارات، بالتالي لا يستطيع أن يتحدث بصراحة. الجديد في اليوم البيان هو التصعيد على الحكومة، وأنه سيمنع انعقاد مجلس النواب. هذا طبعا هذا جديد، التصعيد جديد، ولكن نحن نعرف أن المجلس الانتقالي وأيدروس طيب يدار من أبو ظبي. بالتالي طيب لو تم طيب إذا أنت أستاذ مختار قللت شيء. إذن أنت قللت من كل هذه التحركات للمجلس الانتقالي، لكن أيضا الآن الدكتور عبد الله الغيلاني قال من النقاط المهمة الآن يجب على الحكومة الشرعية والرئاسة اليمنية أن تطالب بصورة واضحة من التحالف العربي والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد موقف واضح من هذا المجلس. أولا بالنسبة لتحركات المجلس الانتقالي اليوم، هو جاء أيضا ردة فعل من الزيارة الناجحة التي قام بها السفير السعودي، والتي اجتمع في الزيارة هذه اجتمع مع قيادة القيادة المحافظات المحررة عدن أبين الضالع، لا أيضا اجتمع مع مدراء الأمن، أيضا اجتمع مع وزير النقل، اجتمع مع راح إلى الميناء. بالتالي هذه طبعا قد تكون ردة فعل أيضا، لأننا نعرف أن أيدروس هو يدرب الريموت كنترول، بل هو أقل من ذلك، بل هو يعتبر موظف يعني المندوب الإماراتي في عدن، هو الذي يدير أيدروس. بالتالي نستطيع أن نفرمل كل هذه التحركات بالتواصل مع الإمارات مباشرة، أو السعودية تقوم باتصالاتها، وأعتقد أنه لن يستطيع أن يعمل شيء، لأننا نعرف جميعا أيدروس الزبيدي وغيره من القيادات التي هي تعمل مع أبو ظبي، وأبو ظبي طوال الفترة الماضية كانت هناك تهدئة بين الحكومة وبين الإمارات العربية المتحدة، وكانت هناك وساطات متعددة، ونحن لا نريد التصعيد حقيقة لا في المناطق الجنوبية ولا في غيرها، لأن الهم الأول والأخير هو تحرير اليمن واستكمال معارك التحرير سواء في الساحل أو في المناطق الشمالية. طيب بالتالي نقول موقف نعم أستاذ مختار، موقف الآن الإمارات العربية المتحدة كيف تقرؤونها أنتم وتتابعونه في الحكومة الشرعية في الوقت الذي يعني هناك أخبار تتحدث عن إنشاء معسكرات لطارق في الجنوب؟ ظهر الآن اليوم مجلس يعني دعم المجلس الانتقالي والمطالبة بالانفصال وإسقاط الحكومة، هل هناك علاقات يعني بين الشيئين، وأيضا هل هي أهداف إماراتية باتت واضحة بالنسبة لما تريد في اليمن؟
اولا الامارات العربيه المتحده مواقفها المعلنه واضحه انها مع الشرعيه، انها ايضا تدعم مع امن واستقرار ووحده اليمن، واكدت في كل البيانات، في كل بيانات الامارات لا يوجد هناك اي بيان يدعم المجلس الانتقالي، ولم تعترف به ولم تعترف بتحركاته، ولكن هذه طبعا لعبه سياسيه تدار من تحت الطاوله للضغط على الحكومه في بعض المواضيع وبعض القضايا، وبسبب يعني ترسبات كانت في السابق واختلافات كانت مع رئيس الجمهورية، بالتالي يتم يعني نوعا ما وكأنها ابتزاز للحكومة الشرعية. لكن نقول أن الإمارات تواجدها تواجد كبير، وهم مسيطرين بالفعل على كثير من المناطق الجنوبية ولديها قوات تابعة لها، وتواجدهم واضح في الساحل وكذلك في المناطق الجنوبية، في عدن، في لاهج، في الضالع، موجودين أيضا في أبيان، موجودين في حضرموت، تواجدهم أيضا في سقطرة، في كل المناطق الجنوبية. لكن نقول أنه ليس من صالح للإمارات ولا أيضا المجلس الانتقالي أن يقوم بالتصعيد. اليوم الحكومة أعلنت الميزانية لكي يتم حل هذه الإشكالية، ويتم يعني المطالبات التي كانت تطالب ب يعني إعلان الميزانية. في اليوم الذي يتم إعلان الميزانية يتم إعلان التمرد، ويتم إعلان يعني إعلان حالة الطوارئ، وإعلان أنهم سوف يمنعون إقامة جلسة مجلس النواب التي ينادي بها الجميع، والتي هي مدعومة بشكل رئيسي من الحكومة الشرعية وكذلك من المملكة العربية السعودية. تحركات مشبوهة، أنا أقولها بكل صراحة، أن هذه التحركات الأخيرة التي يقوم بها عيدروس ومجلسه هي تحركات مشبوهة لإدخال الحكومة الشرعية في معارك جانبية، وإضعاف الحكومة الشرعية وإظهارها أنها حكومة عاجزة ولا تستطيع القيام بأي شيء في المناطق المحررة. طيب أستاذ مختار، أعود للدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله الغيلاني، هل نحن الآن أمام صورة مشابهة لما حدث في عام 2014 عندما جاء الحوثيون لإسقاط حكومة باسندوا وانتهى المطاف بإسقاط اليمن بأكمله؟ هل الآن يراد للجنوب بنفس الآلية وبدعم إماراتي؟ من الناحية الدستورية ومن الناحية الأخلاقية، نعم، ما حدث في الشمال في سبتمبر 2014 يحدث اليوم في عدن بنفس الكيفية تقريبا. فمن الناحية الدستورية نعم، هذه مجموعة أعلنت التمرد وأعلنت مفارقة الحكومة وأعلنت أن الحكومة لا شأن لها ولا سلطة لها على المناطق الجنوبية. فدستوريا وأخلاقيا نعم، يعني هذا الفعل مدان ومجرم، وأنا ذكرت في مقطع حديثي هذا أن على حكومة هذه الخطوة الأولى أن تحاصر هذا الفعل دستوريا وأخلاقيا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. الآن يعني السؤال كما تفضل أخي الكريم قبل قليل، ليس العبرة بالمواقف السياسية النظرية، العبرة بالحقائق التي تجري على الأرض. هؤلاء في عدن وفي سبوة وفي حضرموت وفي مناطق أخرى يملكون تشكيلات عسكرية وقوة أمنية، ويفرضون قوتهم وإرادتهم ووجودهم ونفوذهم عبر هذه الأدرع العسكرية والأمنية. فيعني من حيث الحقائق على الأرض لا يمكن الاستهانة بهذا الفعل. هم يملكون قوة عسكرية، يملكون يعني تمويلا، استطاعوا من خلال هذا التمويل أن يقيموا يعني تحالفات قبلية وسياسية وإن كانت محدودة، ولكن في ظل الظروف الإنسانية التي يمر بها اليمن لا نلوم الناس. فهناك سيطرة إلى حد كبير لهؤلاء. طيب دكتور عبد الله، نعم دكتور عبد الله، نعم اسمح لي دكتور عبد الله، لو ربطنا هذا الموضوع الآن ما يراد في الجنوب على ما حصل في المنطقة بشكل عام، سواء في العراق أو في السودان أو حتى في أوروبا، يعني حصل إفشال لكل مشروع المشاريع الانفصالية في مناطق أكثر استقرارا وأكثر ثباتا وأكثر تواجد لقوتهم وربما دولة متكاملة الأركان، لكن الآن نحن لازلنا في معركة، وهذا المجلس الانتقالي وإنشاء دولة حديثة ربما لازال في مهب الريح. كيف يمكن يعني قبول مثل هكذا مجازفة وتدعم من التحالف العربي الذي أتى لإنقاذ الشرعية وإنقاذ الحكومة وتوحيد اليمن وإنهاء الانقلاب؟ التجارب التي أشرت إليها سواء على المستوى الإقليمي في العراق وعلى المستوى الدولي في إسبانيا وغيرها، يعني كانت وقت يعني كانت دولة أو دول قوية استطاعت أن تفشل هكذا مشاريع، لا توجد مثل هذه الدولة في ومع ذلك فشلت. ومع ذلك فشلت دكتور عبد الله. نعم نعم نعم، هي بالتأكيد على المدى البعيد سوف تفشل، وحتى الإمارات التي تدعم هذه التحركات، أنا أتصور إذا استعاد اليمن عافيته وتجاوز هذه اللحظه الاستثنائيه فلا قبل للامارات بالشعب اليمني، كل هذا سوف يذهب بدرج الرياح، ولكننا نتحدث عن هذه اللحظه التي يمزق فيها اليمن
على الإنسانية فيه ويزداد فيها البؤس. من المستفيد من كل هذا؟ الشعب اليمني غير مستفيد من كل هذا، وليس هذه حتى على مستوى المطالب الدستورية والإصلاحية التي يطالب بها بعض الجنوبيين، ليس هذا هو الوقت المناسب لذلك. ولكن أقول أن هذا هو التحدي الأكبر منذ الأزمة بعد احتلال الحوثيين لليمن وإسقاطهم للحكومة. هذا ثاني أكبر تحدي وثاني أكبر تهديد يواجه حكومة الرئيس هادي، وعليها يعني أن تأخذ السيف بحقه وأن تتصدى لهذا المشروع وأن تتصرف باعتبارها الحكومة الشرعية المناط بها أمن اليمن واستقراره ورفاهه. نعم. طيب دكتور عبد الله، يعني 20 ثانية أخيرة فقط لك، هل تعتقد ستنجح أو ينجح المجلس الانتقالي بعمل شيء أو إرباك الحكومة أو خلق فوضى في هذه المحافظات على وجه التحديد عدن، أم هي ربما فقاعة ستنتهي بمجرد أن ينتهي هذا الإعلان كما حدث في المرات السابقة؟ هي ليست فقاعة سوف تنتهي، أنا ذكرت على المدى البعيد هذا المشروع برمته سوف يسقط وسوف يتفكك وسوف ينهار، لأنه لا يملك على المدى البعيد. ولكن في هذه اللحظة هم يحققون نجاحات مقدرة، هناك تهديد للحكومة، هناك إقصاء للحكومة، هناك سيطرة على مناطق معينة من خلال الحزام الأدني ويعني النخبة الشبانية والنخبة الحضرمية وغيرها. إذن هم يملكون قوة، يملكون إمكانات عسكرية وإمكانات مالية، يستطيعون عبر هذه الإمكانات أن يفرضوا واقعا معينا. فلا يمكن الاستهانة بهذا خطوة، وكما قلت على حكومة الرئيس هادي أن تتصدى لهذا المشروع وأن تحاصره وأن لا تسمح له بأن يتمدد لمناطق أخرى، وإلا سوف تحل الكارثة. أشكرك. نعم، أشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط، وعودة أخيرة لمستشار وزير الإعلام مختار الرحابي. أستاذ مختار، إذا ما استمر المجلس الانتقالي ومضى في تنفيذ ما أعلن عنه اليوم في البيان، ما هي خيارات الحكومة الشرعية والسلطة بشكل عام أمام إيقاف هذا التحرك من قبل المجلس الانفصالي في الجنوب؟ هذه طبعا التحركات التي أعلنها اليوم المجلس. نعم، أستاذ مختار، أستاذ مختار الرحبي، يبدو أننا فقدنا الاتصال. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، والشكر أيضا للدكتور عبد الله الغيلاني كان معنا من مسقط. كنا نتمنى أن يكون معنا الضيوف الذين تم التنسيق معهم، الصحفي فتحي بن الأزرق وكذلك الثقافي من عدن، لكن ربما لرداءة الاتصالات في عدن لم نتمكن التواصل معهم. ختام الحلقة، تقبلوا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.